تحذير من الألوان الصناعية المضافة للأغذية. أطلق هذا التحذير قسم البحوث البيئية بالمركز القومي للبحوث بعد دراسة حملت عنوان مضافات الأغذية وأثرها على الصحة العامة. وركزت الدراسة آثارا سلبية لتسعة وعشرين نوعا مسموحا به في مصر لإضافته للمواد الغذائية. وتؤثر هذه المواد على وظائف الكبد والكلى كما تؤدي إلى التشوهات الخلقية وزيادة موجات الصرع واحتمالات الإصابة بالسرطان. كما ثبت أن هذه المواد تغير صورة الدم وتحدث موجات بطيئة للنشاط الكهربي بالمخ. وتزيد هذه التأثيرات بزيادة الجرعة ومدة التناول. وتنقسم هذه المواد حسب الغرض من إضافتها، فمنها مواد ملونة وملونة ومواد حافظة ومانعة للأكسدة ومواد تحلية ومواد مكسبة للطعم والرائحة ومواد محسنة للقوام. ونبهت الدراسة إلى أن الألوان الصناعية هي الأكثر استخداما في تلوين الحلوى الجافة الخاصة بالأطفال.